Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Kıvrım kıvrım uzaklık uzağıdır. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acem ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden kader bu emir? Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdaşı bir tarla hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu. İplik ki incecik, örer boşluğu. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar, altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. انت فتش هالمكان وانت هني. جيت كاسكين؟ ايه انا، خير بدكم شي مني؟ عزراء كايا اختفت، عندك اي معلومات؟ من وين بده يكون عندي معلومات؟ هي طلعت من حياتي من زمان، كيف بدي انا اعرف اخبارها؟ انا هيك مريح راسي احسن مو هيك؟ نحن اجينا لعندك لحتى نحذرك. اها انتبه، يمكن هالبنت تحاول تاذيك. تمام، رح اخذ احتياطاتي ماشي؟ رح اقفل الابواب والشبابيك. اذا صارت مشكله خبرنا. تمام، شكراً، يعطيكم العافية. شو هالصوت اللي طلع؟ نكفر يجي يساعدني. القطة هيكتور بهالوقت بتكون معصبة كتير وبتصير تنطوت، يعني من اسمها مبينة مجنونة. إيه لكن دير بالك منها، عادي متعود عليها. طيب شكراً، شرفتوني. انتبه لحالك. عزراء شايفة لسه بتتفتل بيناتنا ولا كأنها عامله شيء. خبيتها هي كيف جاي لهون؟ هي وحده خاينه، يعني رح يفرق معها؟
لك جد شو عينها؟ روحي انقبري قاعدة بغرفتك وحدة وقحة. حاكوا وشو الموضوع؟ أويكو يا روحي، في أمور أنتي لساتك صغيرة عليها. داريا صاير معها شوية مشاكل، تمام؟ بنتي، الأخوة بيتخانقوا وبيتصالحوا دايماً، لهيك أنتي ما تفكري بهالشي ماشي؟ يمكن لأنه خدعتكن مثل ما قلتوا. عن جد شي بشي أنه تخدعكن، ما؟ الإنسان لازم يحترم يلي بيحبون. أويكو، لا تقولي هيك بنتي، هي ما خدعتنا أبداً. طيب، رح أشرح لك ياها. أختك داريا عملت كم غلط وعذبتنا شوي، ولهالسبب لازم تضل لحالها هالفترة، فهمتي يا قلبي؟ لمين هالرقم ها؟ ما بعرف. ألو؟ مين يلدرم؟ مين أنت؟ يلدرم محامي عائلة كيرفانجي. أهلا وسهلا. أي أهلين يلدرم بيك. أهلا وسهلا يا بيك. بوراك بيك، الله يعافيه ويقويه. زعلت عليه وعلى بنتنا كتير والله. هاي المصيبة مصيبتنا كلياتنا. قلبي ما عم يتحمل كل اللي صار والله. شكرا لك قدرة خانو. بوراك بيك مدح فيكي وكتير شكر بأخلاقك. كان محبوب كتير والله. ولهلأ نشكر الله لسه عايش سلامته إن شاء الله. والله هو إنسان منيح وطول عمره كريم. أنا بدي أطلب منك طلب صغير. أكيد طبعاً، تفضل. لما طلعت البنت من الفحص ودخلت بنوبة صارت هاي الحادثة، أكيد بتعرفي مو؟ يعني فإذا بتحمي بيلين وهي بالسجن منكون ممنونين لإلك. طبعاً يلدرم بيك، بيلين مثل بنتي ورح حطها جوات عيوني، لا تاكل همها. وحمايتها هون بالسجن هو مسؤوليتي وشغلي أنا. إيه بس بدي منك طلب صغير إذا ما في أسئلة. يعني طبعاً طلبي اللي بدك يا معلمتي. أنا ياس جاية لهون. عفواً يلدرم بيك، إجاني شغل مستعجل ولازم سكر دغري. بتصل فيك بعدين. قال إجاها شغل كأنها بتدير شركة بالسجن. هي المرأة أنا ما بحبها، عطيناها إيدنا، يا خوفي تتجرأ وتقطعها. نحن المفروض ننتبه منها. شو طولان؟ شو عم تعمل عنا؟ شكلها اجتك الأوامر من مديرتك الحلوة زيرين وقالت لك لا تشيل عينك عني وتراقبني وتعمل لي كبسة هون مو؟ من وين اجانا هلأ هذا كمان؟ ما كان وقته أبدا. حيوان غرقنا ونحن مضطرين نتمسك بالحية. هلأ إجا دورك أنتي، احكي مع بنتك فوراً حتى تخلي تمها مسكر. ما في مزح بالقصة، حاجة مسخرة. يلا انزلي. بلينغوناي، تعي بيلين، عندك زيارة. يلا بسرعة. ليكي أختي دينيز، أنتي مانك حاسة إنه في شي غريب بقصة هالبنت؟ في شي مخبى وفي حلقة مفقودة ما؟ ها
مو مبين عليها تبع مشاكل. البنت ما لها علاقة بهاي القصص بنوم. أنا بعرف وحاسة بهالشي. والله وأنا هيك حاسة. بس نحنا شو فينا نساوي هلأ؟ ما فينا نحكم من الشكل الخارجي بس، وخاصة عنا. صح، بس أكيد مع الوقت نحنا رح نعرف إذا كانت مثل ما توقعنا. رح نوقف معها ونحميها. قوتنا ما بتكفينا لنواجه اللي برا، بس خلينا نحمي اللي بقسمنا. يا الله وينها؟ هازون شغل بالي، رح جن بدي اطمن. هذا هو. هلا بورجي. خليك أحسن ما تخرب لي كل شيء. ليكي، هذا من ورا خيانتك. زيت نخب أول، شي بجنن. جبتلك زيت زيتون نخب ممتاز. عنا بيستخدموه مشان يشفوا الناس من الأمراض. عم سخنه كرمالي. لك ايه؟ لا تخافي هالقد، يعني بدك تتوجعي شوي صغيرة. أصلاً أنا بدي اهتم فيكي، ولهيك ما في مشكلة أبداً. وبهي الحالة بكون ختمت حبنا. أنتي بدك تصيري أنا، وأنا بصير أنتي، وهيك بتصيري بتشبهيني، وأنا وأنتي بنصير واحد. كوني قوية. منبلش. على فكرة أنا ماني ظالم مثلك. جاهزي حالي. ليكي أنا استخدمت أفضل نوع من الزيت، مو مثل الزيت اللي استخدمتي. قويلي حالك. شو جاهز يا حلو؟ Bay kuş maymun sancılar.
دس البند انتي بتعرفي يلي مرقت فيه ويلي عشته؟ لك انتي معقول ساكتة؟ من ورا جوزك الواطي انا قاعدة هون بالسجن عم اسكت واكذب على يلي عمله فيني هذا الوسخ. انا ما عاد اتحمل لانه الكل مفكرني اني بتعاطى وظالمته. خلص بيلين شغلي عقلك، انتي المذنبة الوحيدة لهيك انتي هون هلأ، فهمي؟ انت همك الوحيد هو مظهر العائلة وسمعتها، وانا اي شي بيساووه معي ما بيهم. بلا حكي فاضي، انا عم حاول احمي العائلة واحميكن. رح تقدمي الإفادة بالمحكمة مثل ما قدمتيها للشرطة، وهيك رح يصدقوا الكذبة. رح أدبر كل شي لتكوني مرتاحة وثقي فيني. جانان شوفوا بعض واحكوا شوي، وأنا رح أنطركن لتخلصوا. اوعك تضعفي، خليكي قوية. أمي ليكي بالسجن في وحدة زعيمة المهجع دينيس ديمير، هي قوية كتير، يعني أنا إذا شرحت لها الحقيقة كلها بتقدر تساعدنا بالقصة وبتحميني. بس أنتي كمان لازم تعملي شي كرمالي. معناته خلص أنا رح أقول لدينيز كل شي عم بيصير معي بالحرف. بنتي بدنا نستنى لسه كمان، كيف بتقدري توثقي بالمجرمين يلي جوا السجن؟ خلي يلدرم يطالعك هلأ وبعدين منهرب ومنختفي أنا وياك. بس ما بيصير تقدمي إفادة ضد بوراك، هدول كتير قوايا، أنا وأنتي ما حدا شايفنا. بنتي أنا كتير متفهمة قلقك يلدرم بيك، بس المكان يلي متواجدة فيه الأفضل إلا والأحسن. دينيس ديمير رح تحميها من أي خطر صدقني. صح، سمعت عنها كتير شغلات من الصحافة إنه هي مرأة قوية. مثل ما قلت لك يا بيك، دينيس ديمير رح تكون أفضل مرافق إلى هالفترة، ما في داعي إنكم تقلقوا. تمام، شكرا ميليس خانم، أنا بدي ألتقي بمديرة السجن شوي. عن إذنك. إذنك معك. ها ألو وجدي، قلي إنك نجحت وحليت القصة وإنك هالمرة طلعت رجال وفشل لي قلبي. عفارم عليك ليك، خلص هالمرة سامحتك وعفيت عنك. يلا قوموا لشوف، امشوا مع معلمتكم يلا. أخيراً انحلت والتقى المفقود. روحي جيبي لي أم عيون زرق لعندي، يلا روحي. لأنها بتتعاطى مخدرات عم بيعاملوها بأسوأ بقسم المرة اللي اسمها دينيس ديمير. فهمت، هالموضوع خط أحمر بالنسبة لسجينات القسم هون. رح فكر بالقصة وإذا اضطريت بحكي مع بيلين. بيلين حساسة كتير زيرين خانم، برأيي بلا ما نضيع كتير وقت، خايفين عليها تحاول تأذي حالها. أكيد واثقين بحضرتك، بس في قصص ممكن ما تقدري توصلي لها، ما بدنا نتأخر أكتر. وما شاء الله أنت عم تديري سجن كبير ومهم كتير وإلو سمعته، وعيلتنا بتهتم بهذا المكان،
وعم بيفكروا يتبرعوا برقم كبير. فإذا كان قرار نقلة أسرع على قسم قدرات رح كون مبسوط. لا تاكل هم، رح نعمل اللازم. نلتقي عن قريب إن شاء الله. لو سمحتي معلمتي بدها تشوفك. القصة إلها علاقة بعزراء. على شو عم يخططوا هدول؟ تعي معي دينيز. اجت الأميرة، قربي لا تخافي. رح يجي دورك أنت كمان، بس لا مو اليوم. هلأ فهمت. عزراء معهم وبلشوا يساوموا على البنت. يا بنات، يلا طلعوا شموا هوا. أنا ودينيز خانوا معنا بازار على شي. ما في داعي تعرفوا على شو بده يرسب الآخر. بلا ما نرفع سعر المساومات كتير، بجوز حدا فينا ما يكون رضيان عن نتيجة. ما هي قدرات. أوكي باختصر، أصلاً الاختصار هو شغلي. ولك تضربي أنتي وهالخلقة، أنتي ما بتعرفي تضحكي. اشتقت العزراء والله، هديك نخشة شوي. لا تلمحي هيك تلميحات. عزراء بضيافتي، يعني بإيدين أمينة. الأمورة موجودة تحت حمايتي وتحت جناحي. وينها هلأ؟ بدي حفيدتي ترجع مقابل رجعتها، مفهوم؟ ما عندي غير هالحكي. قلتلك وين عزراء؟ على مهلك، اهدي شوي بلا ما يطقلك شي عرق. صبري ووقتي كتير محدودين، ما عندي وقت ضيعه معك بالأخذ والعطا. صدقيني يا حلوة، لا تفكريني عم بمزح معك. رح أرجع عيده مقابل رفيقتك، رح أخذ حفيدتي. معك وقت تفكري بفترة الاستراحة برا. شوفي فكري، وإذا قدرتي تاخدي قرار تعي، وساعتها بتسمعي صوتها العزراء وباخذ حفيدتي. ست زيرين جاية معلمتي. العمى هي طالعت لنا بالسحبة للحصر مايتي ريتا. لازم تعرفي إنه هي آخر فرصة إليك. أصحك تلمسي شعرها من راس عزراء. شوفي دينيز. لا ولا شي. دينيز أنا بعرف كل شي. يلا احكي لي بسرعة، ليش التقيتوا هون؟ على شو عم تساومك؟ خبرتك إنه عزراء ما طلبت البنت مقابل عزراء ما دينيز. عن إذنك. إذا مو جاي عبالك تجاوبيني رح أتصرف. أخ عازو، وينك يا عازو؟ وينك؟ شو صاير معك؟ وين مختفية؟ رح يطق عقلي أنا. وليه؟ قديشك وحدة مقرفة وما فيكي شرف لسه إليك عين تجي لعنا؟ كيف عملتي هيك؟ فهميني، كتير عندي فضول أعرف كيف قدرتي تعمليها بهالبساطة. لا تتفتلي قدامي، أنا كتير معصبة، فروحي أحسن ما أضربك. يلا روحي لعند قدرة الحيوانة، يلا روحي من وشي أحسن لك. الله يلعنك خاينة بلا شرف. Thank you.
بيلي. لا بيلي. أمي أمي وقف وقف. لا وقف بعد. شوفي أمي بعد. وقف بيلي. لا لا بيلي. لا بيلين اهدي 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 خلاص. لا تقرب علي. تمام تمام تمام. دودو جيبي مي. طولي بالك بيلين. لا تخافي. مين وشو عمل؟ انت حابة تحكي لي؟ خدي شربي شربي بنتي. ولا شيء. ما حدا عمل معي شيء. هو كان كابوس بس هيك. تمام. بيلي تعي نطلع نقعد برا. ايه الهوا بيريح. ما لازم تضلي عطول لحالك. ما بيصير هيك. لازم تتعرفي على الناس. آخ يا روحي. أختي دينيز، في شي خبر عن عزراء؟ ليكي بنتي، اللي عشنا بهالمكان واللي شفناه كلنا خلانا نفهم الناس، وانتي واضح انه ابدا ما الك اي علاقة بهالسم الهاري. عندك هم تاني ما عم تحكي وعم تخبي. صح. وما بدك تقولي. ايه بس ليش؟ طيب لايمت رح تضلي تحكي مع الحيطان الاربعة؟ فيكي تخبريني. احكي مع دينيز، يمكن خفتي شوي من دينيز. لا تخافي، هي منيحة، قلبها طيب كتير. إذا أمتي ورحتي وقلتي لها في عندي مشكلة بدي إلك عليها، هي فوراً رح تحاول تساعدك، رح تجن حتى تلاقي لك حل وضعك. إيه؟ كان عندها بنت حلوة مثلك، مثلك بالضبط، اسمها إيجام. مو معقول، كتير بتشبهيها. لون شعرها وعيونها كانت قمر مثلك يا بنت. كتير ناعمة. الله يرحمها. ماتت هي. في وحدة هون اسمها قدرت سبب موتها. هي وابنها كانوا سبب حالة دينيز اللي شفتيها. انتبهي منيح، خليكي بعيدة عنها، وإذا صدفتيها غيري طريقك كله، ديري وشك بس تشوفيها. فهمتي؟ تخانقت مع دينيز. دينيز وقتها ما سكتت، هربت من هون وقالت رح انتقم لبنتي، ونجحت. كتبوا الخبر على التلفزيون. معقول انتي ما شفتي؟ بنتي ان شاء الله بتطلعي من هون بأسرع وقت. اما اذا بقيتي هلأ رح تعرفي وقتها مين فينا المنيح ومين الوسخ. ليكي إذا اعتبرتيني أختك وسمعتي كلامي، هذا الهم الكبير يلي عم ياكلك من جوا ويزعجك، روحي احكي لدينيز. بيقولوا لها الزعيمة هون. إيه هي بتساعد الكل، رح تساعدك أكيد وتلاقي حل لوضعك. إيه ها مين هاد؟ هالرقم غريب كأنه هذا المحامي. ليش ما سجلتوا رقمه على الموبايل يا بنات؟ كل شي لازم إلكن عليه، مو هيك العمش وأغبياء؟ ألو أهلين يا الدرن بيك، كيفك شو أخبارك؟ اشتقنا لك. كلك ذوق. إلي عندك طلب صغير ست قدرت، لازم تنتبهي على بيلين وتهتمي فيها وتسكر تمها على طول. لازم تبقى بعيدة عن الكل وخاصة عن اللي اسمها دينيز ديمير. طبعا يا الدرن بيك، الموضوع عندي. لا تفكر بنوب. ايه بس في موضوع
كنا عم نحكي فيه وانشغلت وقتها. ايه مثل ما قلت، محتاجين مبلغ 250,000 ويكون المبلغ نقدي. ايه كثير يعني؟ خلص اتفقنا. لكان ماشي، عندي طلب تاني اذا ما في اسئله. طبعا نحن ايام زمان كنا عم ندير فندق وهلا عم نبدا فيه من جديد. شو بدي اقول لك يعني؟ بدنا نفتح صفحه جديده. عرفت شلون؟ ايه فهمت. هي مشكله متعلقه بالرخصه وبتنحل عايده، وهي كمان اذا حليتها رح كون ممنونتك يا خواجه. انا بحلها مو مشكله، انت اهتمي بطلبي والباقي كله سهل ولا يهمك. طيب الله معك يا بيك. دقيقه، شو بدي اقول يا الدرن بيك؟ انت قلت انه بدك خلي البنت بعيده عن دينيز، بس لحتى تصير بقسمي يمكن يكون تاخر الوقت. انا بحلها لهي القصه. ايه اتفقنا. لكان اذا عندك هالقصه فالباقي اكيد عندي سهله، ما في مشكله. بنوب شوفك عراسي الدرن بيك. اليوم يوم حظ معلمتكم الكبيره قدرات، كل شيء بديها عم يتحقق ورا بعضه. شو هاد؟ لو اني اتمنى تكون مكان زيرين وصرت انا مديره السجن. انتباه انتباه، بلشت ساعة تنفس. انتباه انتباه، بلشت ساعة تنفس. وسايريني خمس دقايق مو أكتر، خمس دقايق ما رح يصير لك شي. صار لك يومين لحالك ما مليتي من الغرفة؟ تعي بلينغوناي، طبي غراضك، بدنا نمشي. لوين بدكن تاخدوها؟ رح تنتقل من هون، رايحة على قسم قدرات. يلا بيلين امشي خلصينا. لك حسين، ليش أخدين البنت على قسم قدرات؟ قبلكي عملوا لها شي؟ أنا ما بعرف شي دودو، هيك الأوامر، بعدين عيلتها هن اللي طلبوا. يا الله دخيلك. هذا اللي صار. دينيز، إجا الأستاذ أرهان وجايب معه ضيفة، بده يحاكيكي بموضوع. الضيفة؟ يمكن يكون جايب لك خبر عن عزراء. إيه ممكن، سبقيني لحقتك، أنا بدي روح مع مراد. تعي. شو عم يصير؟ عزراء، مين هاد؟ رح ورجيك شو يعني انك تخطف حبيبتي مني يا تافه. كيف يعني؟ انت متأكدة؟ ايه متأكدة طبعا، انا واثقة من هاي المعلومة كتير. بيلين مانا مدمنة مخدرات، هي بنت مغتصبة من قبل زوج امها، هي هي القصة. وما حدا بيقدر يعمل شي لانه عائلتها كتير كبيرة ومعروفة وواصلة بكل مكان. لو سمحتي فهمي، انت بتقدري تطلعيها من هالورطة دينيز؟ انتباه انتباه، باقي خمس دقايق وبيخلص وقت الزيارة. تمام، انا رح اهتم فيها. هلأ لازم روح، عن اذنكم. شوفك دينيز. يسلم ايديك، شكرا لك. ايه دينيز، شو صار مع ارهان؟ في شي مشكلة؟ لا مراد، ما في مشكلة ابنه ولا أي خبر منه. تمام، أنا طالعة على التنفس. طيب. وين دينيز لهلأ مو مبينة؟ رح يخلص التنفس وما ردت لي خبر. ها؟ ليك إجت. يلا يا حلوة،
اكتبي لي رقم تليفونك بسرعة. يلا إيبه، تعرفي شو تعملي. ماشي. درملي. كيف لازم أوثق فيك؟ في إنسانة بالعالم فيها عقل بتوثق فيك؟ بس بتعرفي يمكن إذا عملتي أي حركة وقتها يمكن الاتفاق يخرب. الكذب ممنوع والغش ممنوع، مفهوم؟ اللي بتخرب الاتفاق بتكون جنت على حالة. إيه؟ أنا شو بدي أعمل بعزراء يعني؟ آه؟ خديها واشبعي فيها، ما بدي إياها. بس روحي وعمري زوزو حفيدتي بدي أرجع شم ريحتها. هي بنته لقلب الغالي، هي وريستي. تمام قدرات، اختصري بقى. اللي بتنزع الاتفاق هي المفروض تتحمل العواقب كلها. والله هذا اللي كنت عم بحكي عنه. المهم لما بدكم تتحركوا بتروحي على الغرفة لحالك طبعاً، وبتحكي بالسر مع وجدي تليفون، وهو بعدين رح يسمعك صوت عزراء الحلوة مشان تطمنه. وبس نخلص بترجع لعندك. نيح نقلعي. ألو نجدات، جهز حالك مش هالخيار اللي قلت لك عنه، واسمعني شو بدي أقول. ألو احكي وليه؟ ألو دينيس؟ عزراء، عزراء يا عمري، يلا طمنيني، أنت منيحة؟ أنا منيحة، لا تاكلي همي أبداً، انتبهي على حالك، لا تحكي له شيء. شو؟ ما حتقولي اسم المشفى؟ دينيس لا تحكي شيء أبداً. كارتال التخصصي للأطفال، شو اللي رح يصير بعد ما عرفته؟ عزراء لازم تصير حرة. بتصير بس ناخد البنت، إن شاء الله تكون صحيحة المعلومة. اسمع منيح، شو ما صار اوعك تحاول تأذيها. تضربي يا كفها. اوه معلمتي الأمور تمام. اوه ألف حمد وشكر. وأخيرا يا بنات بدي أحضن حفيدتي وعمري زمرد. عمري وروحي رح تصير معي وبين إيدي اليوم، ولما تصير هاللحظة ما عاد يهمني شي بالعالم ولا عاد اهتم بحدا غير زوزو. هيك انا بدلعها. قدرتي تحكي مع عزراء شي؟ ايه هي منيحة، لا تخافوا عليها. ايه والبنت؟ خلص البنت غالية وقدرة بتحبها، على القليلة نحن بنعرف انه قدرة ما رح تأذيها ابدا. خلونا نرجع عزراء وبعدين بعدين منشوف. دودو وين بيلين؟ ايه بيلين نقلوها من عنا، اخدوها على قسم قدرات. ليش؟ اجا حسين لعنا لما كنا بالاستراحة واخد البنت على السريع، ما اني حاولت معه انه يتركها معنا. لا الله يلعن حظي. الدينيس قال لي حسين انه عيلة البنت اصرت تكون بقسم قدرات. اجت لعنا ضيفة جديدة على القسم. شو هالنومة اللذيذة هاي؟ والله يلدرم طلع قبضاي وشاطر بكلمة منه، نقلوه على قسمنا وصارت عنا. افتحي. أو أهلا وسهلا فيكي بقسمنا يا حلوة. أنا قدرات أوستورك، معلمتنا بيقولولي المعلمة بهذا القسم، يعني أنا معلمة الكل.
واللي بقوله هون بده يصير، فهمتي؟ بس لأنك من معارفنا فيك تقلي لي أمي يا قطة. لا تخافي يا حلوة، أنا رح وقف معك على طول ورح أحميكي. لمعلمة القوية قدرات رح تهتم بكل شي بخصك، لا تخافي وإنتي معي. لا تخافي أمي. شوفي البنت اللي اجت جديدة، بلش الأكشن والتشويق. لا أكشن ولا تشويق، بس كتير مهم الموضوع. انتبهي، عيونك رح تبقى عليها، خليكي عم تراقبيها على طول. ايه، ليش بدنا نوقف مع بنت انتقلت لتحت جناح قدرات؟ ممكن هي بس لأنه هيك صار وهيك الوضع بده، ولازم نعمل شي عن قريب لحتى نرجعها على مهجعنا. بس انتبهوا عليها هلأ، تمام؟ تمام تمام. ليش يعني ليش؟ نحن بدنا نعرف كل شيء يا اختي، ما بيصير ما بيصير أنا. عملت غلط كبير بالبداية دينيز، بسبب الشيطان، الشيطانة قدرت. ندمت كتير على اللي عملته. كل الناس بتعيش كرمال أمل، وأنا عندي أم مقعدة وكبيرة بالعمر، هي أملي دينيز. ما حبيت تعيش أيام الأخيرة بالفقر والتعتير بسببي أنا دينيز. أمي ما عاد رفعت راسها أبداً لما سمعت الأخبار الأخيرة. دافعي الوحيد بهالحياة أمي، وقدرت هددتني بأملي الوحيد. وأنتي أكتر وحدة بتعرفي شو يعني إنه الإنسان يفقد أمله بالحياة. شفت هالشي بعيونك لما خسرتي إيجام وانكسرتي. بعرف إنه ما في مسامحة أبداً، بس أنتي سامحيني دينيز. الوداع. حدا شاف داريا فيكم؟ شو صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دينيز؟ دينيز؟ شو عم بيصير؟ يلعن. وين داريا؟ دوروا عليها بكل مكان. دوروا عليها بكل مكان، تحركوا على السريع. يلا دوروا عليها فورا. شبكن يلا تحركوا بسرعة. يا ربي داريا، يا ربي شو عم يصير؟ داريا يلا بسرعة. دينيز استني. داريا، شفتي داريا؟ شي جاوبيني. لا ما شفت. ما شفتيها؟ حدا منكن شاف داريا؟ راحت مني. إليف، ايه؟ شفتي داريا شي؟ لا والله. ليش شوفي؟ أوف يا الله، دينيز تعي بسرعة. وينها؟ ليك هون. خبريهم بسرعة. ايه يا روحي. يلا يلا داريا، شو عملتي بحالك؟ لك شو عملتي؟ ليش هيك عملتي؟ ليش داريا؟ ليش هيك عملتي؟ ليش داريا؟ شو عملتي؟ دينيز ما بيصير. دينيز انا رح موت هلا يا دينيز. لا ما تحكي هيك، ما تحكي هيك. انت بدك تعيشي. دينيز بدي اقول شيء اخير قبل ما اموت. أنا عم أنزف هلأ ورح ضل أنزف لموت. أنتو كنتوا عائلتي الوحيدة، ومن بعد خيانتي ما عاد تزبط ضل معكم. لا ما تحكي دينيز، سامحي. لا
كنت رح سامحك، أنا كنت رح سامحك، كنت رح سامحك صدقيني. راسي وليك اي خانم اي شو اخذت لزم الرد وجدي للاسف خطفوا بنت من المستشفى قبل ما نوصل والبنت هي حفيدتك وجدي ولك الله يلعنك يا ابن ستين صر معي وجدي شو بدك نعمل بعسرة؟ نقتلها؟ وبكل برادة عم تسألني شو نعمل بالمغضوبة؟ عم تسألني هيك سؤال ولا؟ شو رح تعمل يعني؟ شو رح تعمل؟ رح تكتب كتابك عليها كتابي؟ ايه كتابك بس اسمعني ما رح يكون كتاب شلون ما كان عرس بفستان ابيض وطرحه حلوه تمام ما بكفي يكون كتب كتاب بالمحكمه رح تكتبوا كتابكم عند الشيخ مثل اي عرسان طيب حاضر نقبر نفذ الله يلعنك